هنتكلم النهارده على كل حاجه تخص البرفيوم. خلوني الاول اركز على نقطه مهمه جدا، وهي ان البرفيوم حاجه سنسيتيف او حساسه جدا، بمعنى ان هي بتكون سبب من الاسباب انك تلفت انظار الناس اللي حواليك وبالتالي يقربوا منك، وفي نفس الوقت بتكون سبب من الاسباب اللي بتخليهم يبعدوا عنك. فكره انك تختار البرفيوم المناسب ليك اكيد دي مش حاجه سهله، فلازم تبقى عارف ان مش كل الاماكن ينفع يتحط لها نفس البرفيوم. يعني مثلا لو رايح الشغل او رايح الكليه الصبح، فانت عايز حاجه بسيطه او متوسطه عشان ريحتك تبقى حلوه لاي حد هيجي يسلم عليك. لكن مثلا لو انت سهران بالليل او نازل مع بنت او مره تنزل معاها، انت عايز تاثير وانطباع مختلف. يعني من الاخر كده عايز حاجه قويه تلفت بيها نظر الناس اللي حواليك. طبعا عمرك ما هتكون عايز تلفت نظر الناس اللي معاك في الشغل او اللي قاعدين معاك في مدرج الكليه، فبالتالي هتبعد عن الحاجات القويه اللي بيكون انتشارها واسع، لانكم غالبا هتكونوا في مكان مقفول، فالموضوع هيقلب معاك بالعكس وهيخليهم يقفلوا منك. انك تبقى فاهم انت حاطط ايه دي من الحاجات المهمه جدا. يعني مثلا الاثنين دول ممكن يبقوا زي بعض في الشكل، انما في الحقيقه هم مختلفين، ممكن يبقى اختلاف كبير كمان في السعر وفي المفعول بتاعه. لان ببساطه حاجه من الحاجات اللي بتحدد قيمه وجوده اي برفيوم في الدنيا هي درجه التركيز بتاعه. البرفيومز عموما بتتقسم لكذا نوع حسب درجه التركيز بتاعتها. يعني مثلا اقوى نوع هو البرفيوم، وده درجه تركيزه بتوصل ل 25%، وفي الاودو برفيوم، وده اللي بيكون تركيزه اقل شويه، ممكن يوصل لغايه 15%، وفي الاودو تواليت، دي تركيزها بيوصل ل 8%. وطبعا اقل حاجه هي الاودو كولون او البلد الكولونيا، دي تركيزها بيبقى من 2 ل 4% بالكتير قوي. وطبعا الارقام دي بتختلف حسب المواد اللي موجوده في كل برفيوم. فمن الاخر كده خلينا نبعد عن البرفيوم لانه هيبقى غالي جدا، وفي نفس الوقت نبعد عن الكولون لان الكواليتي والتاثير بتاعه مش هيبقى احسن حاجه، وخلينا في الاودو تواليت والاودو برفيوم حسب البادجت بتاعتنا. حاجه مهمه برده معظمنا بيعملها وهو رايح يشتري اي برفيوم، انك تدخل على المحل تبص على الحاجات اللي موجوده عنده وتختار حاجه تعجبك، فالشخص السيلز اللي واقف بيرش لك على الورقه زي دي كده ويعمل لك كده وتشمها، وده اللي بيخليك تحكم اذا كان البرفيوم ده انت ينفع تجيبه ولا لا. عايز اقول لك بقى ان دي اكتر حاجه غلط انت ممكن تعملها وانت بتشتري برفيوم، ان الريحه اللي انت هتشمها اول ما هترشه مش هي دي الريحه الحقيقيه للبرفيوم اللي هتفضل موجوده معاك بعد كام ساعه. خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل شويه. اي برفيوم في الدنيا بيتكون من 3 ليفلز او مستويات، كل مستوى من دول بيبقى فيه ماده عطريه معينه بتقعد لوقت معين. اعلى درجه في الهرم ده اسمها التوب نوت، ودي اول حاجه احنا بنشمها اول ما بنرش البرفيوم هنا او هنا، وغالبا بتكون حمضيه يعني فيها ليمون او برتقال او كل الحاجات دي. دي يا جماعه ما ينفعش خالص نحدد بيها اذا كنا هنشتري البرفيوم ده ولا لا، ان مش هي دي نفس الريحه اللي هتفضل قاعده معاك كمان ساعه او كمان 4 ساعات. بعد كده في الميد نوت، ودي بتقعد وقت اطول من ساعه لساعتين حسب نوع الماده اللي موجوده. واخر حاجه هي البيز نوت، دي بقى فيها اكتر مواد هتفضل ريحتها قاعده معاك اطول مده ممكن، هي دي بقى اللي المفروض تحكم بيها اذا كنت هتجيب البرفيوم ده ولا لا. انا عن نفسي لما بفكر اشتري برفيوم وفي نوع معين انا متردد اجيبه، بحب اشم البرفيوم اول ما يترش على الورقه دي عشان ابقى عارف اول ما هرشه هيبقى عامل ازاي، واخد الورقه دي معايا في جيبي واشوف بعد ساعة الميد نوت هيبقى عامل ازاي، وبعد 6 ساعات البيز نوت هيبقى عامل ازاي، وده بيخليني افهم بالظبط ريحة البرفيوم ده هتبقى عاملة ازاي عليا بعد ساعة وبعد 6 ساعات. طب ايه احسن وقت نرش فيه البرفيوم؟ اكتر وقت بيكون مناسب انك ترش البرفيوم هو بعد اي شاور، سواء الصبح اول ما تصحى او بعد التمرين، لان ده اكتر وقت الجسم فيه هيكون فريش ونظيف. في ناس بتحب ان هي ترش مرتين في اليوم، ده عادي ممكن تعمل ده، بس في اغلب الاوقات انت هتكون اتعودت على ريحه البرفيوم فانت فاكر ان هي طارت، بس في الحقيقه هي لسه موجوده. اهم حاجه تاخد بالك منها وانت بترش مره تانية في اليوم انك ما تحطش برفيوم مختلف، لان مش هتبقى احسن حاجه انك تحط ريحتين فوق بعض، الموضوع ممكن يقلب معاك بالعكس وريحتهم تبقى مش حلوه. وده يودينا لنقطه مهمه جدا، نرش فين ونرش قد ايه. ترش قد ايه دي بتختلف على حسب نوع البرفيوم، في انواع ممكن تبقى رشه واحده كفايه بس، في انواع بتحتاج انك ترش فيها اكتر من 3 4 رشات زي الحاجات الخفيفه مثلا، وفي انواع تانية مش محتاج ترش غير رشة واحدة وهتعمل كل حاجة. بس عموما انا بحب ارش رشتين في اي حتة من الحتت اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. انا بحب امشي مع مدرسة ان احنا نرش في مناطق الانضمادات او الهوت سبوتس اللي في الجسم، واول واسهل مكان هو عند الصدر في النص، بعد كده ممكن ترش عند الرقبة او ورا ودانك، وطبعا ممكن ترش عند المعصم او عند الكوع هنا. انت هنا بتدور على المناطق اللي فيها تدفق دموي كبير وبالتالي هتكون سخنة، فبالتالي ده هيساعد على انتشار البرفيوم بسهولة. طبعا ده مش معناه انك تقعد ترش في كل الحتت دي كل مرة، بالعكس انت ممكن تختار زي حتة او حتتين ترش فيهم كل مره، وطبعا ده على حسب انت رايح فين ونازل مع مين. في ناس بقى بتحب ترش البرفيوم فوق الهدوم، انا مش بريكومند ده قوي، اولا لان ريحه البرفيوم بتختلف على الجسم غير الهدوم، لان هي اصلا معموله عشان تترش على الجسم مش الهدوم. تاني حاجه لو هترش على قميص او تيشرت فاتح فده هيسيب بقع عليها وهيخلي شكلها مش لطيف. في برضو حاجه مهمه باخد بالي من ناس كتيره بتعملها، ان هي لما بترش البرفيوم هنا او هنا بيفركوا ايديهم او بيفركوا الحته دي، وده مش احسن حاجه. الموضوع ده بالذات مفيش حاجه بتاكده، بس انا عن نفسي بحب اعمل كده. نيجي بقى لاخر حاجه اللي هي هتحافظ عليه ازاي. في ناس كتير مش بتاخد بالها وبتسيب البرفيوم معرض للشمس، سواء في العربيه او على المكتب اللي بيبقى جنب الشباك، وده طبعا بيأثر على مكوناته. فحاول ما تسيبش ازازه البرفيوم بتاعتك في الشمس او حتى في العربيه، لان ده هيأثر كتير جدا على المواد اللي موجوده فيها. احسن مكان ممكن تشيل فيه ازازه البرفيوم بتاعتك هي في الدولاب بتاعك، دي اكتر حاجه هتضمن انك تفضل محافظ عليه. خليكوا دايما فاكرين قاعده less is more، والله العظيم مش
تخليهوش برشك كتير. برفيوم فايدته انك تخلي ريحتك حلوه مش انك تضايق الناس اللي حواليك. وطبعا المره الجايه هنتكلم على انواع كل برفيوم وايه الحاجات اللي تنفع لاكتر من مناسبه. اعمل لايك لو عجبك الفيديو وما تنساش تعمل لي فولو او سبسكرايب وتفعل جرس النوتيفيكيشنز عشان يوصلك دايما الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. واعمل لي فولو على انستغرام بنزل هناك حاجات وتيبس جديده كل يوم. سلام.